معهد انتراكتف انجلش في الجهة اللي هنا، وهذا عندنا هنا البحر في ممر جميل جدا ورائع الصراحة، ممر منعش جدا. واعتقد الآن مع الأجواء الجميلة هذه برايتون كلها منعشة، ما عدا مشكلة البرد اللي زي يعني ما يحبون البرد الزايد. احنا الآن تقريبا في منتصف أو نهاية نوفمبر، وأعتقد حتنزل درجة الحرارة أكثر من كذا في يناير. الله يعينهم. اليوم لندن درجة الحرارة صفر. كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو، حبيت أبلغكم أنه أنا وزملائي في رحلة التعليم على أتم الاستعداد لتنسيق رحلاتكم والإجابة على جميع استفساراتكم المتعلقة بالدراسة في الخارج. أرقامنا وعناوين التواصل موجودة في الأسفل، وما يمنع على طريقك أن تشترك في قناتنا وتضغط على الإعجاب إذا أعجبك الفيديو. السلام عليكم. أنا عبد الإله الأغلط من يوتريب، وإن شاء الله الآن حندخل نغطي معهد Interactive English في مدينة برايتون. هذا المعهد تقريبا أرخص معهد في برايتون، أو أرخص معهد معتمد في مدينة برايتون، فحندخل الآن نسوي جولة عليه إن شاء الله. معهد Interactive English في برايتون، معهد لطيف وصغير وجميل، ويقع في منتصف مدينة برايتون. مؤسسه ومديره هو معلم لغة إنجليزية في الأساس، وعلى هذا الأساس أنشأ هذا المعهد لخدمة الطلاب الراغبين في دراسة اللغة الإنجليزية في بيئة آمنة ولطيفة وصغيرة تساعد على التركيز بشكل كامل على عدد بسيط من الطلاب. هذه هي منطقة الجلوس الطلاب. هنا كافي كورنر، هنا الأجهزة المتاحة لاستخدام للطلاب، يعني منطقة الراحة بين الكلاسات وما إلى ذلك. يجلس الطلاب هنا. إطلالة جميلة على أحد شوارع برايتون، أعتقد أنه الشارع الرئيسي في وسط برايتون. المعهد يحتوي على 4 فصول فقط. هذه الفصول تقدم كلاسات اللغة الإنجليزية العامة، وكلاسات التحضير للاختبارات الآيلتس والاختبار كامبريدج، وأيضا إلى العديد من الكورسات المتخصصة. هذا الأمر كافي ووافي لمعهد متكامل الأركان ولكن حجمه صغير. Okay, thank you. Hi. كما ذكرنا أن المعهد يقدم جميع دورات اللغة الإنجليزية، سواء اللغة الإنجليزية العامة أو التحضير لاختبارات اللغة الإنجليزية المعيارية زي الآيلتس وكامبريدج وغيره. بالإضافة إلى ذلك أن جميع معلمي هذا المعهد هم متحدثين أصليين للغة الإنجليزية ذوي خبرة عالية ومهنية ممتازة. المعهد يحتوي على طلاب من 30 جنسية مختلفة، أكثر من 30 جنسية مختلفة كل عام. أعلى عدد لطلاب المعهد في المعهد كامل 120، وأقل عدد 50 طالب. متوسط حجم الطلاب في الفصل أو عدد الطلاب في الفصل هو 9 طلاب، هذا المعتاد، ولكن كحد أقصى يصل إلى 17 طالب في الفصل الواحد. What do you have here in this school? Well, we offer languages courses with for all levels. We have morning, and we're going to start afternoon classes as well for elementary and pre-intermediate. And we also offer a special course to prepare for the exam IELTS. And we offer accommodation. We help the students with anything they need, and if they need to, they have any problems to adapt to everyday life, we're also here for them. So, little is elementary. Yes. What if we have student and beginner? Is there a course for the beginner or starter? Elementary, we always adapt the class to the students' needs.
So elementary and beginner are the same. They're just different different brands to call it, but it's the same level. Okay. So thank you so much. Thank you for coming. Thank you. It was cool. كانت هذه تغطيتنا لهذا المعهد الجميل، نتمنى أنها حازت على رضاكم واستحسانكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.